مدام، بس لو وفر عليك وقت وعذاب وعلينا كمان. ما في شيء اسمه اغتصاب بالزواج، ما بعرف مين بخبرك، بس ما في اغتصاب بالزواج. اغتصاب بالزواج يعني مش جريمة؟ شو اغتصاب منه جريمة؟ لك الاغتصاب جريمة، الاغتصاب الزوجة ما بيعتبر جريمة، مش من عندي مدام، هذه موجودة بالقانون. أنا بلحق القانون والإجراءات، بدون إثبات ما في جرم. شجيك جيت لعندكم وما إلي غيركم. خدنا الحبس.